مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين، وأهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. يعني عودة الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات والذي كان من المقرر أن تنتهي أو ينتهي هذا الإشراف في 17 من يناير 2024، لماذا يعتبر هذا الاقتراح مهم ليأتي كأول اقتراح تشريعي لمجلس أمناء الحوار الوطني في رأيك؟ والنهاردة يعني القرار مجلس أمناء الحوار الوطني بأنهم بيعرضوا على سيادة الرئيس اقتراح بمد العمل بالإشراف القضائي على الانتخابات أو الاستفتاءات اللي بتتم في مصر. نعم. لأن كان المفترض أنه هو القرار بناء على أنه كان ينتهي في 24، فده بعتبر أنه قرار حكيم عشان ده بيدي ثقة للمواطن، لأن برضو المواطن المصري في الانتخابات في كل الاستحقاقات الانتخابية أو الاستفتاءات عنده ضمانة من القضاء المصري، فده بيدي يعني أنا تاني بيعيد الثقة أو بيكمل استمرارا للثقة اللي بيثقها المواطن المصري في القضاء، وأن النهاردة عشان يبقى فيه الانتخابات يبقى بيدي، والمعرفين ان القضاء دايما بيبقى على الحياد لان هو ملوش اساسا، ان عارفين رجال القضاء والجيش ملهمش في العمليه الانتخابيه ملهمش صوت، فلما يبقى في جهه هي اللي بتتولى الاشراف وهي المسؤوليه، فده بيدي ثقه للمواطن. الانتخابات بتتم بحياديه كامله من اول الاعداد الشغل اللوجستي للعمليه الانتخابيه وحتى اعلان النتيجه، فانا مع قرار مجلس أمناء الحوار الوطني من المقترح اللي بيقدمه رئيس الجمهورية لمد العمل بالاستمرار العمل بالإشراف القضائي على الانتخابات أو الاستفتاءات التي تتم بعد 24 أو اللي هي تفضل مستمر هذا القرار إلى ما لا نهاية إن شاء الله. نعم. أيضا جاء في البيان استمرار الانعقاد الدائم لمجلس الأمناء، يعني هذه النقطة بالتحديد يعني هذا دليل على أهمية استمرار الحوار والتركيز على مسألة الاستمرارية. ما أهمية وما المفيد من التركيز على مسألة الاستمرارية إن كانت في الانعقاد أو في الحوار بشكل عام؟ والله أنا هو يمكن إحنا اقتربنا من حوالي عام منذ دعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، يمكن كان في شهر رمضان الماضي. صحيح. انا بعتبر يمكن في المده طالت شويه، ولكن انا بعتبر ان كون لمجلس امناء الحوار، لان هو في البدايه الاول مجلس امناء الحوار اجتهد واجتمع وخرج، يعني كان في البدايه مجلس امناء الحوار كان بيحول الحوار الوطني الى ثلاث استحقاقات اللي هو محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومحور سياسي، ثم من خلال اجتماعاته المتواصله قدر انه يخرج من الثلاث محاور ب 19 لجنه، ثم من خلال ال 19 لجنه قدر مجلس امناء الحوار الوطني انه يخرج لنا بعدد من المواضيع حوالي 82 موضوع، يعني بدا يخرج من كل حاجه. كل عندي كان الاول فيه في المحور السياسي خمس لجان والاقتصادي سبع لجان. نعم. والاجتماعي سبع لجان والاقتصادي ثمان لجان، قدر ان هو يخرجه. فانا بقول ثاني ان هو اجتهد، ان هو المجلس في انعقاد قدر عشان يقدر يخلي اللي هم مدعوين للمشاركه في الحوار الوطني يبقى داخلين الحوار الوطني وعارفين ايه هي الموضوعات اللي هيتم المناقشه فيها، عشان بنختصر للوقت وعشان اكتسابا للرؤى يبقى اي حزب او اي مؤسسه او مجتمع مدني داخل الحوار يبقى عارف ايه المجالات اللي هتحدث فيها. نعم. انا بقول مجلس امناء الحوار الوطني اصاب، وانا بتوجه باسم حزب الرياده بالشكر لمجلس امناء الحوار الوطني على المجهود اللي بذلوه منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني منذ البدايه منذ ان بدا الحوار تشكل مجلس الامناء. نعم. بشكرهم على المجهود اللي بذلوه الى ان خرجوا بالموضوعات اللي هم 82 موضوع وبعض الموضوعات الاخرى، فبشكرهم على المجهود والخروج ايضا بهذا البيان. يعني سيد كمال، يعني اعتقد انه هذا البيان ربما ايضا يعني يعكس نقاط مهمه جدا له دلاله كبيره جدا، وهو في البدايه جديه الحوار، ثانيا يعني بأن مسألة الاستمرارية والتركيز على بأن الحوار لا ينتهي والنقاش لا ينتهي، وأن هذا أو هذه الدعوة
مستمرة ومن المهم استمرارها. أنا مع حضرتك إن البيان ده كان مهم جدا جدا، ممكن يمكن هو اتأخر شوية لأن إحنا عارفين آخر مؤتمر صحفي عقده مجلس أمناء الحوار كان من عدة شهور، وبعدها وكان يمكن آخر مؤتمر صحفي كان أعلنوا إن كده خلاص بعد إعلان الموضوعات اللي هيتم مناقشتها إن الحوار على وشك أنه يبدأ، وبعدين قعدنا مدة طويلة ما فيش مؤتمر صحفي وما فيش أي أخبار عن الحوار، فكون إن هو يطلع البيان في الوقت ده هو تأخر بعض الوقت، ولكنه في النهاية بيدي رسالة أن الحوار قائم وأن الحوار جاد وأن كل ما تم الفترة اللي فاتت كان الإعداد اللوجستي عشان بحيث يخرج الحوار بمخرج يليق بالدولة المصرية الجديدة اللي هو الحوار اللي هيشارك فيه كل مؤسسات المجتمع سواء أحزاب سواء قوى مدنية سواء قوى من كل مختلف القوى اللي هتشارك في هذا الحوار، وتحديد 3 مايو دي ادى رساله لبعض الجهات اللي كانت بتدعي ان الحوار ده عباره عن موضوعات ولن يتم وان فات اكتر من سنه وما بداش، فانا مع ان كان اتاخر شويه هذا البيان، لكن انا مع البيان النهارده لانه وضع زي بيقولوا كده حدد الميعاد، وبناء عليه الجهات اللي هي كانت بتدعي ان الحوار ده عباره عن يعني احنا مرينا سنه وما فيش حاجه بتبدا، فده النهارده انا مع اعلان البيان ولكنه كان تاخر، فادى فرصه لبعض القوى المناوئه انها تدعي ان الحوار ده يعني هيستمر النهارده مرور السنه، فانا مع البيان اللي اعلن اليوم لكنه كان تاخر بعد الشكر. ومره ثانيه بشكر مجلس امناء الحوار الوطني، وبقول للشعب المصري كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يخرج الحوار بمخرجات تليق بالدوله المصريه الجديده التي يتمناها كل مواطن مصري ويتمناها القائد السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. نعم، السيد كمال حسنين رئيس حزب الرياده كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.